تتخصص في دلالة الأسماء. الأكاديمية تبقى في البيسيون بعد لا ديسكريبسيون دي لاناليز. Nous sommes à la veille de la célébration du 5 juillet, donc nous donnons un sens de par notre action avec ce programme riche et varié qu'habilitera Boumerdès du 5 au 8. Donc je vais revenir sur les détails de ce programme. أول خطوة ورشة تكوين لفائدة 26 إذاعة محلية تستعمل وتوظف اللغة الأمازيغية. حوالي 32 صحفي يكونوا ضيوف ولاية بومرداس في إطار هذه الورشة التكوينية. بمرافقة المحافظة كوننا أول خلية ترجمة تاع وكالة الأنباء الجزائرية، هي تلبي كل طلبات تاع مؤسسات الدولة فيما يخص تدوين خاصة على المرفق العام الواجهات باللغة الأمازيغية. نحرص دائما على تمديد مساحة بث هذه اللغة. نعطيكم مثال، قبل أسابيع قليلة كانت اللغة الأمازيغية تشكل 2% فقط من برامج إذاعة البهجة في العاصمة. بحرص الزملاء انتقلنا خلال أسابيع قليلة من 2% إلى 8%.